هناك موضوعان أساسيان طرحتهما وزارة الخزانة من جهة ووزارة الخارجية من ناحية أخرى. وزارة الخزانة فرضت عقوبات على مجموعة واسعة من الشركات والأفراد والسفن الضالعة في شبكة تهريب واسعة يقودها فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بإشراف قاسم سليماني وأيضا إشراف وزير نفط إيراني سابق. هذه العقوبات تشمل حوالي 40 فردا وسفينة وشركة موزعة على عدة دول من بينها سوريا ولبنان وسنغافورة وقناة السويس والإمارات وغيرها. وهناك تحذير جديد أصدرته وزارة الخزانة للشركات البحرية بعدم التعامل مع هذه الشبكة التي تتهمها الولايات المتحدة بتمويل الإرهاب عبر بيع إيران للنفط وعبر بيع فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني للنفط للأسواق العالمية وللنظام السوري، وصرف هذه الأموال على تمويل حزب الله وحماس ومجموعات في اليمن وفي العراق. إذن هذه العقوبات فرضتها وزارة الخزانة. من ناحيتها وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت على لسان براين هوك أنها ستمنح مكافأة تصل إلى حوالي 15 مليون دولار لكل فرد أو شخص لديه معلومات يتقدم بها إلى الخارجية الأمريكية من أجل تفكيك أو الكشف عن شبكة تهريب النفط الإيرانية هذه. وهذه المعلومات تزود للخارجية الأمريكية وتقوم الخارجية الأمريكية بدفع هذه المكافأة لهؤلاء الأشخاص. النقطة الثانية المهمة التي أعلن عنها براين هوك هي الرد على الاقتراح الفرنسي بإعطاء إيران 15 مليار دولار مقابل التزامها أو عودتها للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني. قال براين هوك أن الرئيس الأمريكي مرتاح على هذه الاستراتيجية التي يقوم بها حاليا من خارج الاتفاق النووي مع إيران، وأن العقوبات التي فرضتها اليوم الخزانة الأمريكية والتي فرضتها أمس الخزانة ووزارة الخارجية هي الرد على هذا الاقتراح، وأن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات لأي شركة تقوم بالتعامل مع إيران، وذلك في رد مباشر على الاقتراح الفرنسي. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل الحرة من الخارجية الأمريكية من واشنطن. أشكرك جزيل الشكر ميشيل غندور.